بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية. بالليل الجو هيكون مائل البرودة على أغلب الأنحاء، وفي كمان نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية بتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية ووسط سيناء. كمان في فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر. تفاصيل أكتر عن حال الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. عايزين نطمن طبعا عن حالة الطقس النهاردة، وعايزة أقول لحضرتك من امبارح من ساعة ما كنا مع بعض على الهواء والناس كلها عمالة تسألني، هو في أمطار فعلا هتكون شديدة على القاهرة والمحافظات المختلفة ولا على السواحل الشمالية فقط؟ هي طبعا بالنسبة للقاهرة الكبرى لا، إن شاء الله مش هيكون عليها فرص سقوط أمطار كبير، لكن المناطق اللي هيكون عليها فرص سقوط أمطار كبيرة هي بعض المناطق من سواحلنا الشمالية وبعض المناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. لكن طبعا كميات الأمطار والمناطق سقوط الأمطار هتختلف من يوم ليوم، لأن احنا متوقع ابتداء من اليوم حتى يوم الخميس القادم في فرص لسقوط الأمطار هتختلف طبعا أماكنها من يوم للتاني. اليوم متوقع يكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة، لأن احنا متوقع اليوم العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية خلال فترة النهار. بسبب المنخفض الصحراوي الموجود على الصحراء الغربية هيؤدي لارتفاع درجات الحرارة، لأن كتل هوائية جنوبية قادمة من على الصحراء، فبالتالي هيكون في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وهنحس بالأجواء الحارة خلال فترة النهار على أغلب محافظات الجمهورية فيما عدا بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية الأجواء عليها مائلة للحرارة فترة النهار. فترات الليل هتبدأ الكتل الهوائية تختلف تماما وتتحول لكتل هوائية شمالية هتؤدي لانخفاض درجات الحرارة، وده اللي متوقع أن يكمل معنا خلال الأيام القادمة إن شاء الله. تدريجيا مع يوم الاثنين تبدأ تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية أيضا، فيكون في انخفاض في درجات الحرارة. أجواء فترة الليل هتكون أجواء من باردة إلى مائلة للبرودة على أغلب المحافظات، بالإضافة كمان أن اليوم متوقع يكون فيه نشاط للرياح قد يكون مثير لبعض الرمال والأتربة في مدن القناة سواحلنا الشمالية الشرقية شمال الصعيد. القاهرة الكبرى أيضا هيكون عليها أتربة عالقة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري خلال فترة النهار، والأتربة والرمال المثارة هتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية. كمان اليوم متوقع يكون في فرص لسقوط الأمطار، لأن في منخفض جوي هيأثر على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية في طبقات الجو العليا، ففي أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية مطروح الإسكندرية، لأن وبالفعل الأمطار بدأت خلال فترة الصباح على محافظة الإسكندرية إلى الآن أمطار خفيفة. كمان في بعض فرص لسقوط الأمطار في وسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بعض المناطق من جنوب الصعيد، وهي أمطار خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية أحيانا. غدا متوقع إن شاء الله تدريجي يحصل انخفاض في درجات الحرارة. هتوصل لكام يا فندم؟ هتوصل غدا ان شاء الله 28 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى، مع منتصف الاسبوع يمكن مع يوم الثلاث والاربع توصل ل 22 درجه مئويه يوم الاربع القادم ان شاء الله، هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره ونحس ثاني بالاجواء الربيعيه فتره النهار. بالاضافه كمان فترات الليل هيكون فيها انخفاض في فترات الليل. غدا فرص الامطار هتختلف طبعا وتكون بشكل كبير على السواحل الموجوده في سواحلنا الشماليه وبعض المناطق من خليج السويس ومحافظه البحر الاحمر، فتكون امطار متوسطه ورعديه. المناطق الداخليه هتكون مع يوم الثلاث والاربع الجايين ان شاء الله بالنسبه لفرص سقوط الامطار، لكن دلوقتي المهم ناخد بالنا مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، لو احنا هنخرج النهارده لازم نرتدي اهتمامات. مهم جدا فترات الليل نحافظ على ارتداء الملابس الشتويه، فلو هنخرج فتره صح. الليل لازم نصطحب معانا جاكيت، بلاش ملابس صيفيه دلوقتي خالص. مهم كمان ناخد بالنا من الامطار الرعديه اللي بتبقى موجوده على سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، لازم الصياده تكون بسلوق تام في الاماكن اللي بيبقى عليها سقوط امطار في سيناء او سلاسل جبال البحر الاحمر.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا ليكي على المتابعه اليوميه معنا لحاله الطقس. بشكرك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا دلوقتي نتعرف مع حضراتكم على درجات الحراره النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 35، الصغرى 19، العاصمه الاداريه 35 19، اسكندريه 28 17، العلمين الجديده 26 16، مطروح 23 14، دمياط 29 18، بورسعيد 32 18، الاسماعيليه 36 17، السويس 34 18، العريش 33 17، كاترين 28 9، طابة 33 18، حلايب 30 22، شلاتين 31 21، شرم الشيخ 32 22، الغردقة 33 21، الفيوم 36 20، بني سويف 36 19، الوادي الجديد 39 17، أسيوط 38 19، سوهاج 38 19، قنا 38 18، الأقصر 38 18، أسوان 38 19. وحاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن نخلي بالنا وبأكد مرة تانية زي ما قالت الدكتورة منار إن احنا ما نخففش الملابس، وكمان نتوخى الحذر النهاردة من الأتربة اللي موجودة في الجو علشان مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر.